السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام. اليوم احنا ان شاء الله المكيفات الباكج يونت اللي صورناها وشرحنا عنها في فيديوهات سابقة. احنا حاليا في طور التشغيل التجريبي، قمنا بتركيب ترموستات الهنول اللي احنا طبعا راح نشرح لكم كل الاعدادات وطريقة التوصيل. طبعا موديل ونوع وحدة الباكج يونت من شركة متسوبيشي الكترك، طبعا ميد ان ماليزيا. طبعا هون عندنا احنا عملية التوصيل للتغذية الكهربائية، ما شايفين في عندنا 3 فيز، ما شايفين هون في عندنا توصيل اسلاك الترموستات. بالنسبة للريموت اللي حاليا احنا مركبينه هو الهنول. طبعا لما يجي معها ريموت بيكون في ريموتات من نوعية متسوبيشي، بيكون في هذا الجاك فقط عملية توصيل، بيكون في واير موجود توصيل بين هذا الجاك وما بين الواير، وايضا الترموستات بيكون في له نفس هذا الجاك. ولكن حاليا احنا الترموستات الموجود هو نوعية هنول اللي صورنا لكم اياه. طبعا هون في عندنا الارقام 1 2 3 4 5 6، هاي الارقام تمام. احنا هون بهمنا انه نركب عملية التبريد فقط واللي هي 1 و2 و3 و4، ومثل ما شرحنا احنا في عندنا الار راح تتوصل مع الرقم 1، والواي للكمبرسر مع الرقم 2، وعندنا الجي المروحة رقم 3، و4 راح تكون عندي للسي الكومن. بهذه الطريقة بيتم توصيل اسلاك طبعا حالة التبريد. طبعا الترموستات الموجود معنا راح يشتغل عبارة عن تسخين ستيج 1 وستيج 2 وتبريد ستيج 1 وستيج 2، ولكن احنا عندنا فقط كمبرسر واحد في هذه الباكج يونت الموجودة معنا. يعطيكم الف عافية، راح نصور لكم ان شاء الله كل اعدادات ترموستات الهنول وننزلها على قناتنا على اليوتيوب.